انت تجوزتي مرتين كنت اصغر بالسن ايام الجامعه اول مره كانت ايام الجامعه وتاني مره بعدها بشويه اتجوزتي كان عندك كم سنه اول مره لا اول مره دي مثلا كان عندي 21 سنه صغيره كنت جدا وهو كمان يعني زوجي السابق ده كان صغير برضو كان زميل ليكي ما كانش معايا في نفس الكليه بس كان زميل يعني اتجوزتوا اتجوزنا عن قصد حب يعني يمكن 3 سنين قبل ما تتجوزوا حب بقى وتقطيع وكده واتجوزتوا للاسف ايه الخبره اللي اكتسبتيها واللي عشتيها في التجربه دي اقدر اقول لك بعد اول تجربه دي ان اهم حاجه في الجواز التوافق مش الحب بس ان الناس تكون طباعها متوافقه لان ما بتعيشوا في بيت واحد مش بتعيشوا بالحب بتعيشوا بتوافق الطباع اللي ما بينكم صح لانه الحب بيصير حاجه تانية مختلفه لا الحب موجود بيصير تعود بيصير في عرفتي نوع من بس اللي بيخلي الجواز يستمر هو التفاهم هو الطباع المشتركه الاحترام بين الاثنين انت كيف كانت التجربه ايه السيئات اللي فيها اللي خليك تكون التجربه دي نعم ايه لا هي كان كلها سيئات كلها الزواج كم سنه اتجوزت من قبل يعني الفتره اللي قبل الجواز كانت كويسه جدا لغايه ما قعدتوا في نفس البيت كم سنه قعدتوا مع بعض تقريبا سنتين سنتين دول توصفيهم بايه سنتين سيئين أسوأ سنتين في حياتي تعرضت للتعنيف؟ لا إيه السيء فيها؟ بصي أنا شخصية مستقلة وشخصيتي يعني الحمد لله عندي شخصية ما بحبش حد يلغي شخصيتي ما أقدرش أنا برج العقرب عنده شخصية كمان أنا في حاجات كتير قوي بتستفزني يعني لما نكون احنا عارفين بعض وكل حاجة قبل الجواز ما تجيش بعد الجواز الحاجات اللي انت عارفها تبتدي تعترض عليها لا ما اعترضتش ليه قبل ما نتجوز ممنوع تكملي مثلا دراستك ممنوع تشتغلي بالفن حاجات زي كده حاجات زي كده يعني كنت باخد ساعتها ورشة تمثيل وكان لا ما تنزليش ورشة تمثيل ليه طب ما انا بادئها من قبل ما نتجوز على فكره لا كان بغير عليكي يعني جدا هو غيور هو غيور ومحترم ومهذب وكل حاجه ممنوع تخرجي ممنوع تروحي لا مش ممنوع اخرج بس زي ما بقول لك كده يعني في حاجات ابتدت تتغير اصل الناس اصل المجتمع اصل العيله طب هو قبل ما نتجوز ما هو كان فين الناس والمجتمع والعيله دلوقتي الناس بقى هيبتدوا يفرضوا رايهم انا ما بحبش كده انا ما بحبش كده انا حقيقه ما وحاولت تتاقلمي مع طباعه بس ما قدرتيش حاولت طبعا سنتين مش ان انا اتاقلم مع طباعه بس ان في حب وفي جواز عن حب وفي عشره وسهل مش سهل البيت يعني يتهد بسهوله وانا دايما بدي فرص بس خلاص ما فيش نصيب ايه الموقف اللي قلت فيه خلاص لا مش هقدر احكي ده بس هو فعلا حصل موقف انا قلت نوي بعد الموقف ده. متعلق بخيانه لا كان في خيانه وانا عديتها انت عرفت انه كان بيخوني مع واحده صاحبتي صاحبتك صاحبتي في بيتك انت انتي في بيتك لا في الساحل وعرفت ازاي ولاد الحلال بقى طب مش يمكن يكون كلام اتاكدت من الموضوع ده طبعا واجهتي الاثنين واجهتهم الاثنين وقالوا ايه ما قالوش حاجه بس سامحتي لا سامحت وعديت الموقف انا بقول لك كنت بحبه جدا يعني يمكن يعني كانت قصه حب قويه بصراحه لدرجه ان انا سامحت في الخيانه وعديتها